بمناسبه مباراه اليوم، وانا عندي شق مهم جدا، وفي الحقيقه كان الكابتن اسامه حسني الزميل العزيز كان اتكلم فيه في الفقره بتاعته من حوالي ساعتين كده، وقال ايه؟ قال ان المرافق للحكام اللي هيحكموا هذه المباراه بيكون والد المترجم المدير الفني لنادي الزمالك، اللي هو المفروض مين؟ اللي هو شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامه باتحاد الكره. الراجل ده هو والد المترجم احمد شعبان، مترجم مستر كارتيرون طبعا المدير الفني لنادي الزمالك، لكن نزل توضيح من اتحاد الكره، وانا عايز اقف عند النقطه دي في حاجتين مهمين جدا. لو هم ما كانوش يعرفوا المعلومه فدي مصيبه. لو كانوا يعرفوا واعلنوا ان الراجل ده هو المرافق للحكام فدي مصيبتين. لكن في كل الاحوال اللي حصل ده كارثه. يعني بصراحه يعني، وانتم متعودين مننا دايما على الصراحه، لكن هم خلاص بدلوا القصه، هم كانوا اعلنوا لا ان الراجل ده ما حصلش، ما تمش تعيينه وكلام من ده، لا تم تعيينه. لكن بعد ما تم اكتشاف المعلومه دي بدلوه، يعني جابوا واحد مكانه وهو اللي يبقى مرافق للحكام وهو اللي يصرف مستحقاتهم وكل الامور اللي حضراتكم بتبقوا عارفينها دي. لكن الحاجات الصغيره دي المفروض ما تفوتش على المسؤولين في اتحاد الكوره في الحقيقه، يعني حاجات صغيره قوي. انت دلوقتي عارف مثلا ان الراجل ده يبقى والد مترجم مدير فني نادي الزمالك، طب ايه لازمتها؟ يعني حتى لو مش عارف، طب ما دي مشكله اكبر، ازاي ما تبقاش عارف؟ لكن في كل الاحوال تم استبداله. وبالمناسبه مش عشان مثلا هو والد مترجم، لو الموقف عندنا في النادي الاهلي او الموقف ان جه دلوقتي والد مترجم مثلا مستر ريني فايلر هو اللي هيكون مرافق للحكام، لا برضو دي حاجه مرفوضه. انت في مباريات زي دي لازم تاخد بالك من كل كبيره وصغيره يعني في الحقيقه. لكن في كل الاحوال تم تعديل القرار، وبقى احد الاشخاص الاخرين اللي تم تعيينهم من قبل الاتحاد المصري لكره القدم لمرافقه الحكام في مباراه اليوم ولصرف مستحقاته.